أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. حدثان سياسيان طغيا على المشهد اللبناني اليوم، لقاء حزب الله الرئيس السابق ميشيل عون بعد تصعيد إعلامي أطاح جبهة مساندة غزة جنوباً، وبعد غطاء حزبي نالته حكومة الرئيس ميقاتي بتعيين رئيس الأركان. أما الخماسية فعادت للاجتماعات بعد الكلام الإعلامي عن خروج أمريكا منها، فجاء اللقاء الثالث على مستوى السفراء في السفارة القطرية لتظهير وحدتها واستمرارها في مسعاها لتقريب وجهات النظر رئاسياً. على المستوى الإقليمي ومفاوضات القاهرة، غادر وفد حماس العاصمة المصرية وللتشاور مع قيادته بعد فشل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن تستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل. إلى ذلك، أفادت مصادر متابعة إلى أن إسرائيل رفضت طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين من دون شروط. وأكدت المعلومات أن الوسطاء في القاهرة حاولوا تضييق الفجوة بين حماس وإسرائيل، لكن جهودهم لن تنجح. كل هذه التفاصيل سنبحثها في مع ضيفي في الاستوديو الباحث في الاقتصاد السياسي الاستاذ زياد نصر الدين. اهلا وسهلا فيك استاذ زياد. اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم في كثير ضغطه احداث سياسيه، وتحديدا كمان في على المستوى الاقليمي المفاوضات اللي بلشت من اول الاسبوع بالقاهره. اسمح لي بلش بالتفاصيل اللبنانيه اللي اكثر شيء اللبنانيه بهموها اليوم. من بعد تقريبا تباعد فتور بالعلاقه بين حزب الله والرئيس السابق ميشيل عون، والتصعيد الاعلامي اللي كمان الكلام اللي صدر عن الرئيس عون، برايك كيف قرات اليوم هذا المشهد؟ هل فعليا قدر الرئيس عون انه يستدرج حزب الله لانه يطلع يزوره ويعطي كل هذه الصوره الايجابيه عن العلاقه؟ يعني هو اليوم فيك تشوفي شكله مضمون بالشكل وفد كبير لتأكيد شيء معين، وبالمضمون كمان في إلى أبعاد. هلأ بالواقع أنه عم بيأكدوا أنه العلاقة مش مقطوعة، وأنه لن يكون هناك طلاق نهائي مثل ما تسرب أو مثل ما كان عم ينقال بالفترة الماضية. حطوه بصورة حسب ما نقال بالبيان أنه شو عم بيصير بالجنوب، باعتباره كان قائد جيش سابق، وهو كمان بال2006 كان له يعني أكثر من موقف مهم بهذا الموضوع. جزء منه سياسي مهم. الخلافات السياسية ما تغيرت، يعني في موضوعين أساسيين بعضهم مختلفين عليهم. هلأ بموضوع رئاسة الجمهورية لازال لليوم يعني واضح موقف الحزب أنه هو مرشحه العلني والمستمر سليمان فرنجي. نعم. أما بالنسبة للموضوع الآخر اللي بيتعلق بموضوع جبهة الجنوب، أكيد هيدي في خلاف، لكن هذا الخلاف عليها مش خلاف أنه نهائي وجزري، بالتالي لا، في توضيح لمواقف لبعض التفاصيل اللي صارت، وتأكيد على أنه قد ما يكبر أنواع خلافات واضح أنه الحزب بهمه أنه العلاقة مع التيار تضل مستمرة، وأي إشكاليات ممكن يتم معالجتها. لكن بما يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية، هذا الموضوع ما عم يقدر يوصلوا له لحل مشترك أو حل حتى الآن، إلا أن أنه ما بعرف إذا الموضوع مرتبط بانتظار نتائج غزة أو حيكون مرتبط بالواقع الداخلي، كيف الأمور بدها تمشي بالفترة القادمة، خاصة بعد زيارة هوكشتاين والكلام يعني السياسي الاقتصادي اللي صادر منه. رح نحكي أكيد عن جولة هوكشتاين اللي عملها والشق الاقتصادي تحديدا، لأن حضرتك متخصص أيضا في الملف الاقتصادي. ولكن قبل يعني هذا اللقاء، من بعد كلام عن قصة أنه ما بيربطنا نحن وإسرائيل أي معاهدة دفاع عن غزة، هل برأيك الحزب تجاوز هذا الكلام وفعليا قدر اليوم ينتزع الحزب الوحدة الوطنية، وتحديدا يعني التيار الوطني الحر مكون مسيحي وبهمه كتير حزب الله ياخد هذا الغطاء المسيحي؟ هذا في داخل التيار بتشوفي في رأيين، في رأي بميل انه نحن ما قلنا علاقة بغزة وما بده يتعاطى بهذا الموضوع، عم بيجرب ياخد التيار الوطني الحر بمنحة لتنقطع علاقته بالحزب. في رأي تاني عم بيقول لا،
هلا هيدا مش وقت الكلام بهذا الموضوع. اليوم في شهداء بالجنوب، في عدوان اسرائيلي حاصل على لبنان، وبالتالي اي موضوع بهذا الموضوع بيتم الكلام فيه بوقت لاحق. وعلى فكره الرئيس عون كان عنده كمان كلام بهذا الموضوع، انه بوقت لاحق بيتم الكلام بهذا الموضوع بغض النظر عن صوابيته وعدم صوابيته. هلا بعتقد انه يمكن تصريحه الاخير تطلب انه يكون في توضيح اكثر، وتكون العلاقه يرجع ينبنى العلاقه بشكل متين اكثر، والتواصل يكون أكتر، لأنه واضح أن الفترة الأخيرة كان في قطع للتواصل. نعم. حاليا صار في تواصل، عم بيكون عم تواصل أكتر، لأنه هذا التواصل اليوم يعني في ملفات دقيقة عم تنطرح بالوقت الحاضر. وأخذ رأي الرئيس عون، يعني أنت عم تحكي عن مكون كمان هو له حضوره الوازن بالشارع المسيحي وبالشارع اللبناني وبالشارع الوطني، فبالتالي ما يعني قطع العلاقة معه أو أنه إنهاء دوره نهائيا يعتبر غير موجود، هذا منه بستاتيكو اللبناني مش موجود. بس هو فعليا هل حزب الله محشور لهالدرجة؟ يعني نحن بنعرف في بعض الأراء اللي بتقول أنه حزب الله عم بيخوض هذه المعركة ومش همه كل الأراء الداخلية اللي عم بتصير، أساسا هو اللي أخذ قرار الحرب بواجه العدو الإسرائيلي. هل حزب الله هو محشور داخليا لحتى عم يتقرب من تيار الوطن الحر بغض النظر عن كل التصريحات؟ هلا هو إذا بدنا نحكي يعني بالحشرة الداخلية، هو عنده مروحة كبيرة عم يتم التعاطي معه وعنده حلفاء، والواقع اليوم ما شوفي بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي ولا مرة كان فيها إجماع تام داخلي انه ناخذ وكاله وبيروحوا بيدافعوا. بالتالي هو عم يعتبر انه عمل حرب استباقيه ردا على الكلام الاسرائيلي اللي صدر انه لبنان هو المرحله التاليه، وهجوم على لبنان رح يكون المرحله التاليه. فهو بيعتبر انه عم بيخوض اليوم معركه استباقيه وضعت يمكن حد كبير لعدوان كان مخطط له يكون كتير كبير على لبنان. هذا الموضوع اللي صار اليوم بيقولوا لك انه جبهه الجنوب انه ما كان لها اي معنى، لا مش صحيح، بدليل انه كل المفادين الدوليين اللي اجوا على لبنان شو عم يحكوا، بدليل انه الاستنزاف الاقتصادي اللي صار بالتحديد من جبهة الجنوب، واعتراف الوكالات الدولية والعالمية وحتى بداخل العدو الإسرائيلي أنه جبهة جنوب لبنان تستنزف 60% من الاقتصاد الإسرائيلي، عم تستنزف مصانعه، 50% من مصانعه اليوم متوقف عن العمل المصانع الغذائية. نعم. القطاع السياحي بمنطقة الشمال متوقف كليا عن العمل، واللي هو اللي بيعطي مدخول كبير بشكل 5% من الناتج المحلي. القطاع الزراعي اليوم مشلول بشكل 80% كمان بهذه المنطقة. هناك تهاف على شراء المولدات الكهرباء خوفا من انه حرب اذا توسعت. في عندك اشكاليه كبيره عم بتكون بموضوع التكنولوجيا بشكل كامل، في عندك اشكاليه بموضوع الهاربين اللي صار عندهم من الشمال. نعم. الى الوسط، وفي عندهم كلفه حرب اليوم وصلت لل 280 مليون دولار يوميا، وفي عندهم خسائر بالبورصه، وفي عندهم خسائر بالعمله، واضطروا يستخدموا اكثر من 45 مليار دولار لايقاف انهيار الشيكل. في عندهم تقارير بتقول انه لو ما كانت مفتوحة جبهة جنوب لبنان نحن كان عنا 60% من هالمشكلة الاقتصادية بتكاليفة وبخسائرها ما كنا نحن حاسين فيها، فكانت الموضوع أسهل رح يكون بالتعاطي بمواجهة غزة. يعني الكلام الداخلي اللي بنسمعه بنقول أنه جبهة الجنوب ما ساعدت أبدا قطاع غزة، هذا كلام اقتصاديا غير سليم، ولا عسكريا ولا حتى سياسيا، وبدليل بالتفصيل أنا نفصل لك كل الأمور بالأرقام كيف عم بيكون التعاطي بالموضوع الاقتصادي والمالي، واللي مبينه خسائره الكبرى مبلشي من جبهة الشمال. يعني اليوم هون بس بدي أقول شغلي للي دايما عم بيقولوا أنه في هجوم إسرائيلي بده يصير على لبنان، طيب كلفة الحرب لليوم باعترافهم واصلة بين الأكلاف وبين الخسائر هي 128 مليار دولار، وهذا الرقم صادر بناء على العجز اللي صار عندهم بالموازنة لأول مرة بتاريخهم. رواند عندهم 6.5% عجز بالميزانية من الناتج المحلي اللي بلغت 32 مليار دولار، ولا مرة كان عندهم هني عجز بموازنة 32 مليار دولار. طيب ولا مرة هني أول فترة استعملوا بالحرب 7 مليار دولار، رجعوا هلأ استعملوا 12 مليار دولار، صاروا مستعملين من الاحتياطي المالي اللي عندهم 20 مليار دولار. خسائر البورصة وصلت لل 20 مليار دولار بشكل مباشر.
عندهم اليوم توقف بقطاع النقل 40% من اقتصادهم بالنقل متوقف، عندهم شلل كامل بمرفق إيلات، أكثر من 80% من هذا المرفق. لما بنحكي بهالمرفق شو يعني مرفق؟ يعني عندهم 25% من الاقتصاد واقف بشكل كامل. طيب هذا عنده تأثيراته كبيرة، ارتفعت عندهم كلفة التأمين بشكل هائل، ارتفعت الأسعار الاستهلاكية بشكل كتير كبير، خسائر الزراعة تخطت 3 مليار دولار. طيب عندهم خسائر البورصة 20 مليار دولار، التدخل اللي صار كرمال إيقاف انهيار الشيكل ب 45 مليار دولار. طيب لأول مرة نحن نعرف أنه هذا الاقتصاد اليوم انكشف قدام العالم أنه عليه دين داخلي 300 مليار دولار، وهذا كان مخبى. طيب 60% من ناتجهم المحلي اليوم هو دين على الداخل، فعندهم انكشاف بهذا الواقع. لما بينحكى انه ماذا سيحدث غدا، هون بدك تطلعي معظم يعني المؤسسات العالميه، مثلا مثل وكاله بلومبرج، مثل جي بي مورغان بنك بامريكا، مثل وكالات التصنيف العالميه اللي صنفت هذا الاقتصاد لاول مره سلبي منذ تاسيسه الى اليوم. وعلى فكره بس للتوضيح، هذا الاقتصاد هو اقتصاد تبييض اموال في العالم، وعم بتديره بشكل مباشر، في له إدارة خارجية، ما انهم هن كتير ناجحين، ان عندهم كمية فساد هائلة. طيب لما بيجوا بيقولوا انه في انكماش اقتصادي رح يوصل لل20%، وبينقال انه اذا وقفت الحرب اليوم على غزة وتوقفت الحرب في جبهة جنوب لبنان بالشمال، هذا الاقتصاد يحتاج الى 12 سنة للتعافي، 12 سنة التعافي ليرجع كما كان. طيب كل هذه التفاصيل لما بيقولوا انه بدهم يتدينوا 60 مليار دولار بالخارج انه اصدروا سندات، وعلى فكرة هذه السندات اللي اصدروها بما انه عم يطلع تصنيفهم سلبي عم تصير الفوائد مرتفعة عليهم، يعني كلفة الدفع عندهم كتير عالية. طيب هذه الامور اليوم ما صارت بالصدفة، مش انه يعني انه شغلة انها عادية، لا، تبين انه العدوان على غزة كلفته هائلة عسكريا لليوم قديش صار مكلف، وكمان ايضا الهجوم والعدوان على لبنان قديش صار مكلف. بالنسبة والتناسب حسب ما هني كانوا عم بيقولوا، انه عم بيقولوا 26 مليار ب 12 مليار. طب هذه ارقام كتير كبيرة. يعني بس نحن لما نحكي عن لأول مرة تصنف سلبا اسرائيل، طب نحن بحرب تموز صار في حرب مدمرة كمان، وعسكريا خسرت إسرائيل، ولكن سياسيا حاولوا يظهروا لها شوي رونق لهذه الخسارة. اليوم شو الفرق بين 2006 وبين هلأ؟ يعني هل وحدة الساحات هي اللي أدت إلى هذا التصنيف السلبي؟ لا، مش بهذا المعنى بالتحديد. الفكرة أنه يعني المقارنة بين حرب تموز واليوم هي مقارنة كتير بعيدة. الكلفة كانت وصلت عندهم بين 4 و6 مليار دولار بهداك الوقت، وكانت الكلفة على لبنان كمان هون الكلفة أعلى، لكن الفارق اليوم أنه هو عم بيخوض معركة على كافة أراضي، فعنده يعني مؤسسات اقتصادية كاملة، وعنده قطاعات اقتصادية كاملة فيها شلل. بالسابق كان الحرب هي فعليا بعد لحيفا، بس اليوم عم نحكي بحرب في غلاف غزة بقطاعه الكامل، في عندك منطقة إيلات كاملة، في عندك منطقة الوسط، في عندك منطقة الشمال بالجنوب، ووصولا إلى حتى اليوم حيفا فيها نوع من الجمود الاقتصادي وفيها خوف كامل وعم تتعرض لضربات. هذا اللي قصدي أنه وحدة الساحات اللي عملتها المقاومة الأراضي هي اللي أثرت، أكيد بتأثر كتير كبير. هلأ إجا كمان موضوع اليمن بتأثيراته على مرفق شلل مرفق إيلات، والكلفة الأكبر اللي صارت بالنقل البحري الطويل، كمان هذا كمان عمل تأثير سلبي أكبر على الداخل. طيب لما نحكي عن هيدي الأزمة كلها، بيبرز كتير جولة أموس هوكشتاين، اللي معروف أنه أموس هوكشتاين مش جاي كرمال رئاسة الجمهورية، جاي أساسا جاي من الأساس يستكمل المسعى اللي كان بلش فيه، رسم البحر على أساس أنه نبلش نستخرج نفط وغاز، وتوقفت هون. هيدي الحرب وقفت كل هذا المشروع اللي كان عم يحلم فيه الأمريكي والإسرائيلي. اليوم هوكشتاين شو اجا يعمل، شو عرض بتحديدا بموضوع النفط والغاز؟ هلا هو جاي يعرض اتفاق، بس هذا الاتفاق قائم يعني امكانية نجاحه ما بترتبط حكما الا بموضوع غزة، ايقاف العدوان على غزة. هلا في النقطة الثانية هون، النقطة انه هل بيتقبل العدو الاسرائيلي في إسرائيل خاصة كمان هلأ الرأي العام والرأي العام الاقتصادي اللي عندهم، حتى البعض السياسي المالي، هل بيتقبلوا
ما يعرض على لبنان، لأنه بلبنان 17-01 له أبعاد اقتصادية. نعم. طيب إذا عم نحكي نحن بالأبعاد الحربية وكانت النتائج هلأ اليوم عم ينعرض واقع سياسي، كل ما هو مقدم اليوم ما بيمشي إلا في حال إيقاف العدوان على غزة. طيب خلينا نعتبر في وقف العدوان على غزة، طب ما في سلسلة أمور مهمة جدا لبنان له حق فيها، طب هل ممكن يتم القبول فيها؟ خاصة أنه هو بتصريح قال أنه الاستقرار أو هدوء الجبهة يجلب الاستقرار المالي. نعم. على كتير منيح ممتاز. نحن من 2006 لليوم المشاكل اللي وقعنا فيها المتراكمة إضافة إلى الفساد الداخلي اللبناني، كان في موضوع دولارة الاقتصاد اللبناني، في موضوع الفيتو اللي انحط على معامل الكهرباء، في موضوع الفيتو اللي انحط على موضوع استخراج الغاز والنفط، وفي موضوع الصرف الهائل اللي كان على الموازنات وتشجيع الاستيراد ومنع خيارات اقتصادية أخرى بالتنوع خاصة فيما يتعلق بالشرق. طيب هو كلهم كانوا ممنوعين على لبنان. اليوم بالمطروح إذا كان مطروح مقايضة النفط والغاز، يعني عم يتثبت أنه بالبلوك رقم 4 والبلوك رقم 9 كان في خديعة. واللي صار أنه بلوك رقم 4 ما تم أعطاء التقرير للبنان، وبالبلوك رقم 9 أنه هني حفرنا بس نحن ما وصلنا لمكمن الغاز، وقفوا حفر قبل ما يوصلوا للنقطة اللي لازم يوصلوا لها ويتبين أنه فيها غاز. وكنا بنعرف يعني لما بنقول في عنا غاز نحن ما بنقول انه حلينا المشكله الاقتصاديه بلبنان، بس هيدا اسس يعني هيدا لا على المدى الطويل لا مش بس بيعطي ثقة. نعم. طيب نحن دمر الاقتصاد اللبناني لانه ممنوع يكون في عنا اقتصاد كرما لعيون الاقتصاد الاسرائيلي. وهون على فكره للناس اللي بيكونوا شوي بتحسيهم زعلانين ان الاقتصاد الاسرائيلي عم يتراجع ويخسر، ما نحن اكبر خدمه لالنا اكثر بلد بيستفيد من انهيار الاقتصاد الاسرائيلي هو لبنان. بأي وقت بينهار فيه هذا الاقتصاد أكثر بلد بيستفيد هو لبنان، لأنه العكس صحيح. البعض كمان يقول بأنه انفجار المرفأ هو نتيجة ضربة إسرائيلية وصلت لا حتى وصلت تستفيد يستفيد لا حتى يسكروا ينهوا دور لبنان نهائيا. صحيح. بس واصلينه لهذا الموضوع. طيب بالتالي اليوم إذا نحن عم نحكي بهذا الموضوع، أوكي هو عم يحكي بموضوع المقايضة، إذا كان في صحيح هذا الكلام يعني بيبين انه البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9 كان فيهم خديعه. نعم. يعني هذا بيبين انه شركه توتال في لبنان عم تشتغل سياسي، واذا عم تشتغل سياسي هذا مش لمصلحه الواقع الاقتصادي اللبناني. واللي كنا دائما بس هيك ينسال انه الفرنسيين بيجوا على لبنان بيعرضوا عليك كل شيء الا النفط والغاز، طب ليش ما بتحكونا بموضوع النفط والغاز؟ توتال خدعت لبنان بالنفط والغاز. بس يعني ما تأخذني عم قطعك، بس الرئيس بري مرتين لما اجى ماكرون يسأل توتال وين صارت، يعني هن حتى عارفين، حتى الرئيس بري عارف انه بهيدا الموضوع في لعبة سياسية وخديعة دولية وعم بيصير في مماطلة لحتى ما نوصل لنتيجة. هذا الكونسورتيوم الموجود بلبنان اللي فيه شركة توتال واني هو مش لمصلحة لبنان، وبالتالي رح يضل يماطل بموضوع الغاز وهو جاي حتى ما يطلع غاز بلبنان. افتكرنا قبل انه لما بتجيبي شركات كبيرة وعندها تكنولوجيا عالية بدل ما ياخد 7-8 سنين يطلع الغاز معه بيطلع بثلاث سنين. بيعملوا استكشاف، لانه هذا الاستكشاف مين اللي عامله بالبحر؟ اللي عاملته الولايات المتحدة الامريكية. نعم. اللي هي بهيئة المسح الجيولوجي اللي قالت انه في 123 الف تريليون قدم مكعب من الغاز بالبحر، تم اكتشاف 57 تريليون قدم مكعب اللي هو يعني اكثر اعلى اكتشافات. الكميه الباقيه وين موجوده؟ بلبنان وسوريا. وين ما حيك اليوم شو ما بتعطيها لتوتال باي حق اللي بتعطيها اياه بس تنزل حتى لك ما في غاز كرمى لعيون اسرائيل. انتظارا لشو يعني؟ ايمتى بتجي توتال بتقول صار عندنا؟ بين 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 من 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 الطروحات السياسيه والاقتصاديه انه واضح مبين بدهم ياخذوا مصلحه اسرائيل بالاول، او بدهم يساوموا بهذا الموضوع كرمال انه يحفظوا امن العدو الاسرائيلي. يعني بمعنى طب هلا عم بيقولوا انه كانوا قالوا ان التسعة مش مهتمين، طب ليش انه بدكم 8 والعشرة اذا مش مهتمين بالتسعة؟ وشو اهمية 8 والعشرة؟ شو اهمية البلوك رقم 5 كمان؟ نعم. لما بينحكى عنه هذا كمان في اهمية كبيرة. فبالتالي اليوم لبنان يحتاج الى تعديل هذا المرسوم، وتعديل المرسوم على فكرة هذا المرسوم بهداك الوقت عمل اشكالية، انه ليش بدك تحطي ثلاث شركات بهالكبر يعني تجمعيهم مع بعض بالوقت هو الشركات لازم تتنافس مع بعضها. اليوم في دول عربية مهتمة، اليوم في دول من الشرق مهتمة، ما حيطلع النفط والغاز إلا ما تجيبي دول تانية بهمة يطلع
هيدا الغاز، فبالتالي بصير وضع توتال هون يعني بدك تحرجيها. طيب بس كيف شو بدك تعمل بالفيتو الامريكي؟ لان كمان كله المشكلة. مرتبط بالسياسه، كله مرتبط بالتلويح بالعقوبات فاذا لما بيقول انه بده يساوم بالبلوك رقم 9، هلا على كل حال البلوك رقم 9 هو تاجل الموضوع لانه صار في حرب على غزه، بس هذا كان قد يكون له كمان كلام ثاني، لانه كلنا بنعرف نحن ما انكسر الحظر على الاستكشاف الا لما شو صار بالبحر. فحاليا انه كمان هذا الموضوع ما حينحل إلا بإشكالية كبيرة. موضوع النفط والغاز بلبنان هو إشكاليته الأساسية إنه العدو الإسرائيلي يمتلك كمية من النفط والغاز أقل من موجودة بلبنان. هذا طبقا للمصوحات اللي عملتها شركات نرويجية وبريطانية واللي بتأكد إنه الكمية الأكبر موجودة بلبنان، وهذا الموضوع بده يضل عائق لأنه في مين عم بيشوف الغاز بسواحل المتوسط بعيون إسرائيل، بينما هذا حق لبناني. هون بدنا نشوف لاحقا كيف بده يتم التعاطي بهذا الموضوع. بس هون بفهم من كلامك انه كمان موضوع استخراج النفط والغاز مرتبط كمان بتطبيق القرار 1701، عم بيحاولوا يربطوه بهذه الطريقه، وما في كلام ثاني يعني. هذا الواقع سلاح المقاومه حتى. يعني مرتبط بسلاح المقاومه، انه مرتبط بمصلحه اسرائيل، ومرتبط بتطبيق 1701، وكان مرتبط انه بده يكون كمان مرتبط بمنظمه اللي عم تتشكل، منتدى الشرق المتوسط اللي بيقوده العدو الاسرائيلي. تخيل لبنان في بيع غازه عبر اسرائيل؟ اكيد لا، القوانين بتمنع. طيب فهني كمان بيخافوا من هذا الشيء، لانه لبنان بيقدر هو كمان يعمل في منظمة، هو بيقدر يشتغل لحاله بطريقة مختلفة بين لبنان وسوريا ودول تانية. وحتى بلبنان عنده إمكانية أهم، لأنه بيقدر كمان يعمل استثمارات بموضوع الغاز، خاصة اللي بتتعلق يعني تسييل الغاز. ونحن عنا يعني عنا مصافي موجودة بالبداوي وبالزهراني، تقدر أنت ترجعي تعملي لها هيكل جديدة وترجعي تدخليها إلى الخدمة كمان. يعني في كمان تقدر تعمل استثمارات بمنصات تسييل الغاز إذا كان عندك كمية أكبر، لأنه عادة هذه الشركات بتشوف وين في كمية أكبر من النفط والغاز بتجي بتعمل استثماراتها. هو عم يتم الضغط على هذه الشركات لتعمل استثماراتها عند العدو الإسرائيلي بوقت أنه طب هو كميته مش الأكبر، بس هني اعتمدوا أنه طالما أنه في دول تخلت لها عن حقولها فليش ما بيتخلوا هون. وعلى فكرة طب كمان ما شركة توتال مش فاتت بحقل الظهر المصري؟ مش لما فاتت على مصر وعملت أنه الاستكشاف قالت أنه مش مهتمة وظهرت، وحتى شركة شال كمان ظهرت. طب ليه لما فاتت شركة إني الإيطالية عملت هالاستكشاف وحفرت أكثر مما هو كانوا هن مخططين له، وليش لقيت أكبر حقل موجود بالمتوسط؟ طب هذا ما بيحط سمعة شركات تاني على المحك؟ طيب بس يعني هيدا الموضوع هلا شو حلته؟ إذا هيدا الموضوع هالقد سياسي، ونحن اليوم عم نسمع بتثبيت الترسيم البري، لأنه هوكشتاين كمان هي هلا مهمته هي مهمته الأساسية، واستطرادا لكامل بنود ال 1701. بالتالي يعني نحن إذا عم نحكي كنا عن المنتجعات السياحية اللي متوقفة بشمال إسرائيل اللي أثرت كتير على الاقتصاد الإسرائيلي، أثرت على السياحة. طيب هيدي صفوح مزارع شبعة اللي هي المنتجعات السياحية، وهيدا جزء منها، وهيدا حق اللبناني. فكيف بدك تحل هيدا الموضوع؟ وقديه قادر انه حزب الله يتنازل، لانه هو فعليا عم بفاوض عبر الرئيس نبيه بري، كيف بده يكون حل هذا الموضوع؟ الرئيس نبيه بري اصعب ما بيتنازل ابدا. ليك بده يعني لليوم بعده هذا الموضوع طويل. هن أقصى ما يمكن يقدموه اليوم ممكن يتنازلوا بموضوع النفط والغاز ويقولوا لك استخرجي النفط والغاز، بس كمان هن عم يحكوا باستجار الطاقة ليعطونا ساعتين كهرباء. نحن ما بدنا ساعتين كهرباء، نحن بدنا نشيل هيدا الفيتو المحطوط على الكهرباء، لأنه ملف الكهرباء إذا فصلناه هلا يعني هو من الخسائر الكبيرة على الاقتصاد اللبناني. فبالتالي هذا الملف اليوم في له أفق للمعالجة أفضل بكتير ونتيجة أحسن بكتير، بس تيجي تقول لي أنه بدي أعطيك ساعتين كهرباء من مصر، استجرار ساعتين كهرباء. وأساساً أداسلنا عم نسمع وعود أنه أمريكا رح تغض نظر عن تمرير هذه من سوريا، يعني حكي.
نسمع حكي. لا ما حكي. وحتى هوكشتاين التقى يعني مع وزير الطاقة. يعني أكيد مش جاي يحكي بساعتين يعني. ما هو التقى مع يعني وزير أي الطاقة. حل الكهرباء تحت ال 16 ساعة ده اسمه حكي يعني حكي فاضي. ما بيعطي نتيجة. لا التقى مع وزير الطاقة لا يحكي بهالموضوع. بهالموضوع. بس يعني. استجار طاقة ساعتين معلش يعني بكفينا بلبنان يعني خلص إنه هذا بيقول استخفاف بالعقول. بعده هذا الموضوع طويل بده في حكي كتير بالسياسة في موضوع 13 نقطة في موضوع البيوان في موضوع منطقة الغجر وفي هلأ هني موضوع مزارع شبع ما بدهم يطرحوه بأي شكل من الأشكال إنه هو كمان في جزء مهم موضوع الجولان وهديك المنطقة كمان فيها شيء بالنفط والغاز لم يعلن بعد كمان بالبر وحتى لبنان بيمتلك نفط وغاز بالبر بيمتلك كمية كمان مهمة حسب دراسات نعم فبالتالي هذا الموضوع بعده معقد منه هالقد سهل وخليني أعتبر رح نسأل السؤال بالعكس إذا تم فعليا التنازل عن 13 نقطة والبي 1 والقسم الشمالي من قرية الغجر نعم مش هيك بتوقف الجبهة بالجنوب هذا هو هيك بيكون هيك مش الحال لا بس ما هو مفترض 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 انه اساسا ما نوصل لهون انه هيدي حقوق لبنانيه ودائما بطبيعه الحال واستخراج النفط والغاز كمان حق لبناني وبالتالي اي هذا موضوع هلا صح مشكلته انه مرتبط اليوم يكون عندنا رئاسه جمهوريه وحكومه لترجع تلزم وتعمل كونسورتيوم جديد وتعمل حقوق جديده بمجرد ما لوح لبنان حكومه تصريف الاعمال ما بتقدر لا ما بتقدر هلا انه هي ما بتقدر وهي فيها اشكال بدها امضاء رئيس جمهوريه بس انا بدي اقول لك انه بمجرد ما تلوحي انه بدك تجيبي شركات ثانيه بيتغير التعاطي كثير بالنفط والغاز بس أنا اللي ما عم بعرف أنه تصوروا كيف ممكن لبنان يجرؤ بأنه يلوح لأمريكا أنه أنا بدي جيب شركات تانية لنفترض مثلا شركات من محور الممانعة مش محور الممانعة يعني مش شرق ما في شركات كتير ليش القطر مش دخلت على القطر ما قطر هي ما عندها إمكانية لتعمل استخراج غاز بلبنان من دون ما تكون حليفة لتوتال وأني عنده عند الإمكانية على كل حال هذا كله كمان ربطا بالنتائج بركي كمان من خلال هذه الجبهة بيتنازلوا أكثر طيب إذا بدنا نحكي هلأ موضوع النفط والغاز يمكن بعد كتير طويل أنت متوقع أنه تكون سريعة يعني هذه المفاوضات لأنه هوكشتاين وعد بجولات من التفاوض للوصول إلى حل شوفي أنا ما بتوقع أنه الحرب بغزة رح تخلص قريبا نظرا لأنه الموازنة اللي عم تندرس اليوم الموازنة هي مبنية 88% على الانفاق العسكري والانفاق الحكومي وبالتالي إذا تم إقرار هيدي الموازنة من دون إشكالات داخلية عندهم يعني أنت عم تحكي أنه الجماعة رايحين بعد لحرب طويلة فإذا الموضوع هو موضوع مرتبط أكيد بغزة أما أنه جبهة جنوب لبنان شو ممكن تحصل على مكاسب تقدر تحصل على مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة على رأس موضوع النفط والغاز نعم طيب في رسالة من الوزير السابق مروان شربل بيقول أنه أمريكا تعتبر أن تحية أكيد لأنه أمريكا تعتبر أن المستفيد الأول من استخراج الغاز هو حزب الله لهذا السبب هناك صعوبة من الاستفادة الاقتصادية من الغاز قبل إنجاز التفاهم الكامل بين أمريكا وإيران حول جميع المواضيع المطروحة بتوافق الرأي؟ لكن مع الوزير أنا بقول له المستفيد الأول من النفط والغاز هو لبنان بس بنظر أمريكا بدخل الثقة الاقتصادية للبنان وبيفتح فرص عمل كبيرة وبيعمل يعني بتعملي تخطيط أنت لسنوات عشرة قادمة كتير مهمة والكمية اللي حتكون بلبنان يمكن تكون مفاجأة لكل المنطقة هلأ وبطبيعة الحال يعني ما فيها فئة تستفرد فيه كيف يعني أنه أما أنه على المستوى السياسي الولايات المتحدة الأمريكية عم تربطوا بمشاريع بالمنطقة صحيح هذا يعني ما أنه شيء جديد يعني بهالجزئية ما وحق فيها طيب بدي أحكيك بس سريعا قبل ما فوت بموضوع الاقتصاد اللبناني لأن مش بس إسرائيل تأثرت يعني لبنان مش من الحرب من هلأ من هيدي الجبهة لأنه خلص هو تعوله من زمان صحيح 100% فبدي أحكيك بس بالشق السياسي دقيقتين عن موضوع 1701 لأن كمان الخطير بكلام هوكشتاين أنه بعض الإضافات يعني زيادة بعض الإضافات على بنود 1701 على آلية تطبيق 1701 وأكيد مش لما يناسب لبنان عم يحكوا لما يناسب إسرائيل ولأمن إسرائيل واستقرار إسرائيل لا ماشي مش الحال هيك ما عاد يمشي الحال هيك عن جد يعني هلا اللي عم بشوف بالجنوب كل هيدي الحرب الدائرة
اخر شيء بده يتم تطبيق 1701 بما تريده اسرائيل؟ اكيد لا، اكيد لا، والايام جايه بتسقط هذا الشيء. بس ال 1701 يقول بانه يتراجع، يعني ما يكون في وجود مسلح بالجنوب، جنوب الليطاني، وبالتالي السلاح. اي اوكي اوكي. أي كمان بيقول شغلات تانية. 1701 كمان بيقول بيمنع انه يكون في معدات عسكرية ثقيلة، وبيمنع الحكومة اللبنانية انه تمتلك هذه المعدات. خلينا نكملها كلها. يعني بيمنع الجيش من التسلح. طيب كيف بدها تزبط هذا الموضوع؟ بعدين ما ننسى شغله، هو بالبداية لما كان عم ينطرح بموضوع 1701 كان عم ينطرح انه إعادة، انه يرجعوا عن الحدود 7 كيلومتر. اليوم نزل هذا المستوى بشكل انه خلينا نحكي بس بموضوع انه عدم الظهور المسلح. ما هو ما كان في ظهور مسلح، كل اللي بيطلعوا على الجنوب كانوا يشوفوا. مين شاف ظهور مسلح بالجنوب؟ بالتالي انه فرض، خلينا نقول فرض شروط سياسيه لمصلحه 1701 بما يناسب العدو الاسرائيلي، لا، في كلام يمكن يكون ابعد من هيك، لانه نحن بعد مش عارفين المواضيع لوين رايحه. حدا جزم انه خلص ما عاد في حرب بهالمنطقه، حدا جزم انه خلص بتخلص الموضوع. عم يحكي بثقه هوكشتاين امام من التقاهن انه لا، هن هالقد امريكا متاكده انه اسرائيل ولا ممكن توسع الحرب، لان امريكا ما بدها. لان حتى استاذ زياد بتعرف انه انت الجو الامريكي، يعني المقربين من الامريكيين بيقولوا انه حتى خلق جو جديد بامريكا انه توقف اسرائيل هذه المحاولات توسيع الحرب، وإلا بيقطعوا المساعدات عنا أولا المالية، وثانيا أيضا التسليح. يعني هيدا الموضوع عامل ضغط، البعض يعتبر على إسرائيل لعدم توسعة الحرب بإرادة أمريكية. تافي، أنا بخاف من شغلة تاني، أنه تكون ربطت الحرب بالمنطقة بالانتخابات الأمريكية، والتالي تبلش تشوف كيف يعني التجاذبات بالصراع الأمريكي اللي واصل بالانتخابات هو ينعكس على المنطقة بغزة وعلى لبنان، وبالتالي نحن منروح لفترة أطول، وبهيدي الفترة ما بنعرف كيف النتائج بتمشي بأي توجهات. بس اللي بدي أقولك إياه أنه اليوم بهالتضحيات اللي صارت بالجنوب، وبكل هال يعني كمية الشهداء وكل هيدا اللي صار لينعمل 1701 بما هو يتناسب مع العدو الإسرائيلي، أنا بشك بهذا الموضوع. يعني يعتبر، يعني يفترض انه لا يكون في شيء افضل. بس شو 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 المطلوب؟ يعني اوكي التطبيق من الطرفين اكيد اكيد، بس انه بيجوا بيقولوا لك انه انت كتنظيم مسلح، حزب الله هو تنظيم مسلح ومنه يعني جيش لبناني رسمي، بينما اسرائيل هن بيعتبروا كامريكا انه جيش منظم منه ميليشيا. فبالتالي انه ما في، بالتالي انت هن بيعتبروا انه ما فيك تحط حزب الله مقابل الجيش الاسرائيلي. اوكي، هن بيعتبروا يعني تراجع حزب الله حتمي حسب ال 1701، انما تراجع الجيش الاسرائيلي لكرمال انت تكون عم تتعامل بالمثل. الكلام مش هيك اليوم عم بيكون. انا اللي عرفته انه الكلام مش بهذه الطريقه، الكلام هو كيف عم بيلاقوا، بدهم يلاقوا صيغه ليضمنوا امن عوده الهاربين من المستوطنات. نعم. اللي هي في كرة فيها لبنانيه بس للعلم. والنقطه الثانيه انه اغراءات اقتصاديه وتوسعه القوى الامنيه الموجوده على المنطقه الحدوديه من جيش لبناني ويونيفل، زياده عديد الجيش ل 12,000 واليونيفل يزيدوا 6,000. هذا هيك منصوص كان ال 1701، بس ما عنده قدرة الجيش اللبناني انه يحط كل هالعدد. الدولة اللبنانية اليوم بعد هذا الانهيار كمان ما عندها القدرة، فبالتالي بده يصير في هون تعاطي انه الدول هون بدها تقدم مساعدة للجيش ليكون قادر يكون موجود بهي المنطقة. صح؟ نعم. بعد ما وصلنا لهون، يعني هون الخطر. يعني انت اي مساعدة دولية بدها تجيك على لبنان بده يكون في بالمقابل سياسي. هل حزب الله سيخضع الى هذه الشروط السياسية؟ هذا السؤال جوابه مش عندي. يعني انا ما بعرف. انا اللي بعرفه انه الواقع السياسي بجنوب اليوم سيفرض تغيرات على 1701 ويفرض شروط أفضل للبنان من ناحية سياسية واقتصادية. هلا شو بيقدر لبنان ينتزع من هالمرة حيكون مختلف. نعم. لأنه الوضع اليوم مختلف، اليوم الوضع التفاوض مختلف. ليه؟ لأنه بال 2006 كان في لبنان ضد لبنان، كان نعرف الانقسام اللي كان حاصل. نعم. وكان في يعني موقف رسمي بمكان اخر مختلف كليا، يعني على الرغم من انه المحاولات اللي كانت كثير تكون لتظهير الوحده الوطنيه، بس بالمضمون لا، بالمضمون ما كان في شيء يعني. فاليوم الموقف مختلف، اليوم في موقف رسمي واضح وواحد، وما بعتقد انه في امكانيه للتنازل.
هلا كيف بتصير الامور بالسياسي؟ برجع بقول لك نحن عم نستعجل الامور طالما انه ما وقف الموضوع بغزه. يعني لا افترض انا وقف قرروا يعملوا هدنه 45 يوم بغزه مثلا مثل ما عم بيقولوا، تو بتهدى الجبهه بالجنوب. هل انه هيدي اذا صار اجوا قالوا له بدنا نعمل هيدا الاتفاق بهيدي الطريقه بيعني انه هيدي الجبهه بتضل واقفه ولو استعادوا الحرب على غزه؟ اكيد لا، ما راح يقبل. فأظن بعد يعني بكير، بعدنا عم نحكي بمواضيع يعني عم نحرق مراحل بعد. صحيح. بكير كثير بالسياسه. هيدا كله مرتبط بالمفاوضات اللي عم بتصير بالقاهره، ويبدو حتى اليوم قبل ما فوت بالتفاصيل اللبنانيه الاقتصاديه بدي احكيك فيها، يبدو حتى هيدي اللحظه انه بعد ما صار في اتفاق بالقاهره، ويبدو انه من الصعب على الرغم من الاصرار الامريكي انه يوصلوا الى اتفاق ما قبل رمضان. بترجح ما هو مش اتفاق، هو عم يعني بيكون نوع من انه يعني مثل فرض قرار. هلا كل هالتضحيات اللي قدمتها المقاومه الفلسطينيه بدها توصل لمرحله انه هذا بصير بدهم اياهم مثل استسلام لهدني، فانا ما في توجه بهذه الطريقه خاصه بهال يعني بعد كميه التضحيات الكبيره وكميه الشهداء نعم. الكبيره وكميه القتل الكبيره. هلا انا بقول لك بالهدنه الجميع محتاج الهدنه. نعم. العدو الاسرائيلي محتاج للهدنه لانه بده ينزل عن الشجره شوي. المقاومه محتاجتها بغزه لانه بدها تخفف القتل والدمار اللي عم بيصير. عم بيحاول العدو الاسرائيلي يقول لك انه انا بوقف مقابل المساعدات الإنسانية، يعني بده يعمل أسرى مقابل مساعدات إنه بعد نعم. ما جوع هذا القطاع. ما بتصور إنه هذا الموضوع كمان ماشي لهلأ، وهدنة قد ما نكون أمام هدنة لأنه هيدي الحرب أطول حرب نحن شفناها، وكل التوقعات اللي كانت عم بتصير السياسية لهيدي الحرب ما شفنا شيء منها تحقق. يعني كل مرة كانوا يقولوا بعد شهر بعد شهرين بعد 15 يوم، التفتنا إنه لا الموضوع مختلف كلياً، وقد تكون هذه معركة وجود. يعني فالموضوع بعده أصعب بكثير ما احنا متخيلين، وأرض الميدان بعدها عم تتفاعل. هلا اليوم شو اللي بيغير هذا المشهد؟ الانقسام الداخلي عند داخل إسرائيل. نعم. إذا صار في انقسام داخلي داخل إسرائيل هذا مشهد بيعكس كثير على الخارج، وهذا مرتبط أيضا كمان منه بجزء بالانتخابات الأمريكية، ومرتبط بطريقة التعاطي. بس ما هو موجود هذا الانقسام الداخلي الإسرائيلي، بس إذا كبر أكثر، إذا كبر صراع على السلطة، لأنه مثلا اليوم شوفي مثلا موازنتهم ما عم بيتم إقرارها لأنهم مختلفين على توزيع الحصص. نعم. ومش متفقين أنه لا أنه أوكي نحن متفقين على الحرب، بس مش متفقين هلقد تكون موازنة الحرب. هاي مثلا واحدة من النقاط اللي عم يحكوا فيها. الزيارة اللي قام فيها وزير الدفاع على الولايات المتحدة الأمريكية كانت رسالة لنتنياهو. كل هذه الأمور كمان عم تتفاعل. هلا تين بتعطي النتيجة، يعني تين توصل للنتيجة بعد نحن يعني كمان عم نترقب عامل الوقت، عامل الوقت صعب. هلا الولايات المتحدة الأمريكية عم بتحاول إنه اليوم بتقلك إنه أنا شهر رمضان وبدها تجرب إنه هيك تقول إنه قدمت مبادرة بهذا الموضوع. هلا ممكن تزبط وممكن ما تزبط. بترجع دائما الرئيس بري من 2006 وبهيدي الحرب دائما يسأل السفراء الأمريكيين إنه هل قد فعليا إنه بدكم تقنعونا إنه أمريكا مش قادرة تسيطر على إسرائيل لتوقف هذه الحرب؟ 100% لأنه اليوم أمريكا قادرة تسيطر على 100% مجرد ما إيقاف مد المساعدات، التلويح إنه نحن حنوقف المساعدات العسكرية اللي عم توصلون دغري بتوقف الحرب. هي حربة، هي حرب الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. اليوم هي عم بتخوض حربة. نعم. طيب واللبنانيين عم بيخوضوا الحروب كلها ورا بعضها، مش بس الحروب السياسية والانقسامات، كمان في حروب اقتصادية عم نخوضها نحن اليوم. هلا إسرائيل قد ما كان في عندها عجز وقد ما عندها دعم بيجي دعم خارجي تصنيف سلبي، يعني بعد الحرب بدعم واحد أمريكي بترجع بتنشط كل الاقتصاد. لا مش هلا، لا مش هلا، أكيد مش هلا. لا اليوم فقدت الثقة هي وفقدت الأمان. بس من مصلحة أمريكا أنه ما تدعمها لإسرائيل؟ هيدي المشكلة أنه فقدت الثقة والأمان. هن الأمريكان وكالة مثلا عندك وكالة راند، مؤسس راند الأمريكية، عندك وكالة بلومبرغ، عندك وكالات كتير مهمة عم بتقول أنه لا هذا الاقتصاد اليوم تعرض لهزي وبده وقت طويل ليرجع يوقف على أجره. وموضوع مش موضوع أموال. طب إذا موضوع أموال كيف أنت بترجع الثقة بموضوع التكنولوجيا مثلا؟ كيف ترجع الثقة للاستثمارات؟ اليوم توقف في عندهم استثمارات 15 مليار دولار تجمدت، في عندهم استثمارات بقطاع التكنولوجيا تجمدت، في عندهم عقود ب 20 مليار دولار خسروها. اما في شيء كمان ما اوكي، مش كل شيء بالاموال. في عندهم هن كمان مشروع التطبيع الاقتصادي اللي كانوا عم يسعوا له ليعملوا شريك مضارب مع المملكه العربيه السعوديه، اليوم هذا واقف.
في شغلات انه عم بيحاولوا كانوا يشتغلوها. الممر الهندي الامريكي، بتعرف شو يعني الممر الهندي الامريكي اللي كان معمول؟ بتعرف شو بيعمل؟ بيلغي دور دول على نهائيا اللي هن بنبلش في عندك العراق، سوريا، لبنان، تركيا، مصر، الاردن. هو ما بيعود لهم دور، يعني بينتهي دورهم الاقتصادي نهائيا. تخيل مثلا هذه الامور اليوم، بتعرفي انه واحده من اهم الامور، اكثر دوله من مصلحتها المقاومه الفلسطينيه تنتصر بغزه هي مين بدول الطوق؟ مصر. بس انه واقعيا ما عم نشوف هيك. بس هي عم نحكي يعني بالسياسه ما عم تتعامل مصر بالحقيقه. اكثر دوله لازم يكون بهمها هي مصر لتضل محافظه على دورها، لانه اليوم اذا قدروا يعملوا التهجير من غزه هن عندهم توجه ليعملوا قناه اسمها قناه بن غوريون. وقناه بن غوريون شو هدفها؟ هدفها الاساسي الغاء دور قناه السويس. قناه السويس صحيح. وكوشنر يعني بتصريح امبارح كنت عم بقرا له اياه، كان عم يحكي عن صفقه القرن، وكان عم يتهم ايران انه هي اللي عم بتخرب كل هذه المواضيع، لانه منا مستفيده كانت من هذه الصفقه اللي كان هو عم يطبخها، وكانت تقربت لانه تطبق. يعني هيدا دليل انه فعليا كان هيدا الهدف الامريكي من الاساس. صفقه القرن يعني صفقه القرن هي تقسيم للدول وبيع لاصول الدول، مثل ما بيصير اليوم في جزء مثلا بيصير منه ببعض الدول، وفي دوله بلش تبيع اصولها الدول. وهيدا الخوف ما ينتقل هيدا الدور الى لبنان. وهون بدنا نقول شغله، كل من بيتجه لتوقيع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي بده يتوقع انه بده يجي لمرحله بده يبلش يبيع اصوله. وهذا انتبهي، في ناس بيروجوا بهذا الحكي بيقولوا لك انه هذا حكي المصاريف، وكان انا ضد المصاريف واضحه معي. نعم. هيدا واقع بيعطيكي كل تجارب اللي قام فيها صندوق النقد الدولي بمعظم دول العالم، يا ادت الى الفشل يا ادت الى بيع اصول الدوله. وهذا الشيء اللي نحن بلبنان ناطرينه. ونحن على كثرة ما موحدين وارائنا وحده وبتعرفي يعني بالواقع السياسي تعاوننا، هذا الخوف الكثير على البلد انه يوصل لهذه المرحله. طب بس في اراء داخليه مع بيع اصول الدوله يعني، وحتى احزاب مهمه يعني، اوكي، مكونات اساسيه من ضمنها التيار الوطني الحر. الوزير جبران بس يحكي عن هذا الموضوع. اذا حكي عن هذا الموضوع غلط غلط. إدارة أصول الدولة شيء وبيع أصول الدولة، بعدين شو إدارة أصول الدولة؟ ما أنت عندك إدارة أصول الدولة، ما هي شيء طبيعي. المرافق الدولة الأساسية اللي هي من مرفق بيروت للمطار للأملاك البحرية للأملاك النهرية للأراضي اللي ممكن استثمارها، هيدا كل وزارة مسؤولة هي تقوم بدورها، بس هيدا ضمن خطة اقتصادية مش ضمن واقع أنه نجي نقول أنه بدنا نبيعهم. طب إيه بتبيعهم لمين بدك تبيعهم؟ وعلى اي اساس بدهم يبيعون؟ مين بده يشتري؟ وشو بيصير بالبلد بعدين؟ ومين بيدير البلد بعدين؟ هذا منه شيء صح. منه شيء صح. يعني اللي عم بفكر انه بيبيع اصول الدوله انه مش غلطان، يعني هذا عم مفوتنا على كارثه. يا ما عارف شو نتيجه هيدي الكارثه، يا انه شو ممكن مشروع. تكون نتيجتها؟ شو ممكن تكون نتيجتها؟ خلص انت ما عاد عندك بلد، انت يعني خلص انت وجودك على البلد و بس انه بصير كانه نحن عايشين لاجئين بالبلد. بس لما نحكي انه هذا الموضوع، خاصه انه لبنان ضعيف، مع انه بس على فكره لبنان غني صح، ضعيف من بمكوناته، بس لبنان غني جدا ومنه دوله فقيره. لبنان دوله انسرقت وبعدها عم تنسرق، ولبنان دولة صغيرة، مثل ما صار في انهيار اقتصادي سريع فيه بيقدر يرجع يوقف على اجريه لحاله ولا بدعم دولة. استاذ زياد، هيدا سؤال كتير اساسي هلا بهيدي المرحلة، لان احنا لما عم نحكي بتسويات نحن ناطرين الدعم الدولي، وتحديدا اذا دول الخليج رح ترضى على لبنان لكرمال ترجع تفوت اموال عليه. هل لبنان لا يمكن ان ينهض الا من خلال الدعم الدولي؟ خليني اعطيكي بس شوية امثلة، ما زال هيك عم نحكي عن لبنان ونحكي عن الدعم الدولي. ما حدا معترض على الدعم الدولي نهائيا بلبنان، بس ما فينا يعني نخفي حقائق نحن عايشينها. بتعرفي قديش لبنان انفق من سنه 92 لل 2019؟ 273 مليار دولار. كيف انفقهم هالاموال؟ 40 مليار دولار انفقوا على الكهرباء. شو يعني؟ يعني انت كان فيك تعملي معامل كهرباء بلبنان تضوي العالم العربي صح. كله. هذه أول واحدة.
النقطة الثانية 93 مليار دولار اندفعوا على الفوائد، 2% من اللبنانيين كانوا يحصلوا على معدل 6 مليارات دولار كل سنة، 78 مليار دولار تم دفعهم انفاق على القطاع العام، 35 مليار دولار اندفعوا لتثبيت سعر صرف الليرة. الإنجاز العظيم اللي كانوا اللي كنا نحن عايشينه كلفنا خمسة من أموال المودعين. أوكي منيح؟ طيب 35% من الموازنة كانت لخدمة الدين العام. كان في انعمل هندسات مالية وبفوائدها بأقل من 25 يوم كانت كلفتها 6 مليار دولار. طيب تم إقرار سلسلة رتب ورواتب بوقت إنه في عجز بالميزانية تحت أمور شعبوية لأنه في عنا انتخابات. نعطل مصارف ما يقارب 4% حصة من الناتج المحلي اللي مش موجودة بولا دولة بالعالم. طب بس نطلع نحن بهول، هول وضع داخلي، يعني هول هيدي الأموال هذا كله وضع سوق داخلي. إدارة. أي طب هذا بسوق الإدارة اليوم، نعطي إنه طيب الدعم الدولي أي مطلوب، بس إنه نحن كمان عنا إصلاحات داخلية، لازم يصير الإصلاح هو مشروع أساسي. يعني حنعطي مثلا المصرف المركزي بدد 35 مليار دولار ليثبت سعر صرف الليرة، فوت لبنان بلعبة الفوائد واللي كلفتنا 93 مليار وجمدت كل القطاعات الاقتصادية ودمرت الانتاج بوقت كان في عنا عجز، وصلنا لعجز بالحساب الجاري وبالميزان التجاري وبميزان المدفوعات، وكنا عم ندفع كل سنة 6 مليارات دولار فوائد للدين. يعني الناس بطلت تشتغل بلبنان، جمدت كل القطاعات. تجي بهيدي السياسة ونقص الاحتياطي ونمنا فقنا ما في ودائع، وطلب من المصارف تحط 60% من موجوداتها بالمصرف المركزي خلافا لقانون النقد والتسليف. طيب جينا هلا من 8 اشهر لليوم نجي بنعكس الطريقة. الفريق اللي كان على رأس إدارة مصرف لبنان طلع من المصرف، مع انه وقت تحولوا ودنا وقالوا يا لطيف شو حيصير، ما صار شيء. اللي صار انه خلال 7 شهور زاد الاحتياطي مليار و9 مليون دولار، انسحب كتلة نقدية أكثر من 40,000 مليار ليرة من السوق اللبناني، تثبت سعر الصرف وما عاد في مضاربات والناس نايمة على سعر وفايقة على سعر، وقف صرفة اللي أخذت 3 مليار دولار من الاحتياطي وعملت كبة كتلة نقدية هائلة وضعفت الليرة اللبنانية. طيب ثبت حقوق المودعين، عمل لهم قانون وبالتعميم 165 وقال لهم انه انتم عندكم، عفوا 166، عندكم انتم حق هيدي اموالكم ارقامها هي على 89,500. واجا قال انه، وعلى فكره المليار دولار اللي جابهم مصرف لبنان بكل هدوء حتى بس نفسرها بهذا الموضوع، لانه اعتمد سياسي بعكس السياسه اللي كانت متبعه سابقا وراح يطبق قانون النقد والتسليف بهالسبع شهور. هلا في بعض ثغرات اكيد بس بعضهم عم يشتغلوا، لكن اليوم بتشوفي مثلا هيدي المليار دولار ما لها علاقه بالفريش دولار مثل ما كان عم يتسوق. يعني بالتعميم 165 سمح للناس انه تفتح حسابات فريش دولار باللبناني وبالدولار. طيب هيدا اللبناني وهيدا الدولار اللي انعمل فيه مليارين و300 مليون دولار بهيدي الفتره، هالمليارين و300 مليون دولار مصرف لبنان طلع لهم قرار بتحطوا جزء بيبقى عندكم بخزائنكم وجزء عند البنوك المراسلة. بالمصرف المركزي في منهم بس 12 مليون، فهو ما مس باحتياطات الناس، زاد الاحتياطي. طب هيدي زودة الاحتياطي، لو ما الحرب اللي صايرة اليوم كان يفترض هو داخل على المليار الثاني، هو عامل خطة انه يقدر يجيب 3 مليارات دولار من السوق سنويا. بيسألوك كيف؟ لانه الزلمة عم يعني بيبيع ليرة. شو يعني بيع الليرة؟ عملوا طريقة، لما سحبت الكتلة النقدية الكبيرة ولغيت سعر ال 15,000 اللي كان معمول الرسمي وعملتيه مثل سعر السوق، الايرادات اللي عم تجي من الضرائب، في ايرادات عم تجي من الضرائب، وحطيتي رواتب بالدولار، يعني كبيتي دولار بقلب السوق للموظفين. الموظف عاده بس يقبض شو بده يعمل؟ بده يضب الدولار ولا بده يروح يصرفه؟ لما يصرفه لوين عم يرجع؟ عم يرجع على المصرف المركزي. طيب اليوم الدولة، أنا بدي فاجئك بهيدي الحالة العجز بالمرة، ونحن في شيء علينا لازم نعمله قبل ما نطلع بس ببرا شو بدهم يعملونا. بحالة هيدي العجز الموجودة، الدولة اليوم عندها بشهر كانون تاني وشهر شباط 500 مليون دولار لمتهم من السوق، 50 تريليون ليرة لمتهم من قلب السوق، إيرادات ضريبية منهم 200
و30 مليون دولار اجوا فريش دولار كاش، وفي عندك 270 مليون دولار تم تحويلهم. بس هم من اي قطاعات؟ من الضرائب، عندك الجمارك وعندك الضرائب اللي عم بيتم دفعها حاليا، وجزء قليل من العقاريه، لانه هلا اذا بيفتحوا العقاريه نعم، وجزء من التفقه هولي لحالهم مأمنين لك 5 شهور الرواتب. يعني الرواتب اليوم اللي حيتم العمل عليها ال 120 مليون دولار مش حتندفع من الاحتياطي، بدها تندفع. هيدي من ضمنها كهرباء لبنان، لانه بتذكر لا يعني بالموازنه عملوا مشكل بموضوع تخصيص لا دعم لكهرباء لبنان، لانه مفترض انه تكون هي عم بتلم هذه. المفروض تلم، لا هي هولي ما لها علاقه بكهرباء لبنان فيهم، هول نحن عم نحكي بس ايرادات تفقه جمارك والضرائب الغير مباشره اللي هي مفروضه. نعم. رغم انه انتبه الحكومه اليوم الدوله بعد عم تاخذ 70% ضرائب غير مباشره، وهذا رقم كثير كبير، وهذا بده اعاده نظر، لازم يتغير. بس طيب بهيدا الوضع السيء جدا، طيب وقف تمويل الدولي، المصرف المركزي وقف تمويل الدولي، يفترض الدوله هي بموازنتها حاطه انها تقدر تجبي 2.3 مليار دولار، وهول حتقدر لهم الدوله. هلا انا بخبرك شغله، انا على المستوى الشخصي كنت بفضل تكون الموازنه بالدولار، بسوق هالقد في دولار، الفرق كتير بسيط، نحن عندنا بالسوق اللبناني في كاش دولار اكثر من ليره. يعني بمعنى انه انت لما بتعملي ضرائب تقدر تحصلي جزء اساسي منها بسوق. اليوم مثلا قالوا، نسمع من فتره كانوا عم بيقولوا انه الناتج المحلي 18 مليار، صح؟ نعم. طيب رح نمشي مع هذا الحكي انه 18 مليار، دخلك قديش في استيراد السنه الماضيه كان؟ 22 مليار، قديش في تصدير؟ 4، قديش صاروا هول؟ 26، قديش الموازنه؟ 3، وقديه فات على لبنان من برا؟ 6 مليار، كيف طلع معنا الناتج المحلي 18 مليار؟ نكب خبرية ونمشي فيها. طيب لا، لأنه اليوم في قطاعات كتيرة، مثلا واحدة من الشغلات اللي انعمل عليها، بتعرفي أنت كان الدولار الجمركي 15 ألف، صحيح، كنا النادي نقول لازم الدولار الجمركي يصير مثل الرسمي، السعر الرسمي. عملوا القيامة علينا شو قالوا لنا؟ انا يعني ما بخبي سر، انا كنت عم بشتغل على هذا الموضوع انه لازم يرتفع. وقتها شو قالوا؟ قالوا انه هي شو بدها تزيد الاسعار، هي ما زادت الاسعار، هي اللي صار انه ال 15 ألف اللي كان يدفعها التاجر ويحط الفرق بين ال 15 ألف وال 90 ألف بجيبته ربح، صار مضطر يدفع 90 ألف للدولة. هيدا حق الدولة، ما في مطرح في حقوق، انت كيف بدك تدفعي رواتب واجور للناس؟ كيف بدك تدفعي لهم حقوقهم؟ بهيدي الطريقه. هو انت هن بوقتها كمان فكروا انه بدهم يعلوا ترتفع السلع، بس هون في يعني لا منطق بس ارباح ارباح التجار خفت، حتى ولو التجار راحوا بهيدا المنحى ما في، لازم يكون في هيئات رقابيه تروح تراقب. ما في، هاي نقطه. النقطه الثانيه انا بدي اقول لك اياها، اوكي، مكمل العمل بالمصرف المركزي، اليوم عم بيتطبق قانون النقد والتسليف وممنوع شيء خارج هذا الموضوع. هلا بعد في نواقص عم ينشغل عليها، بس تحول لمؤسسه ماليه مش مرتبطه بشخص. هلا نجي لموضوع الودائع. بالودائع انا حكون واضح واحكي الناس بكل وضوح وصراحه، وعندي الجرأة اني احكيها لان انا بعرف شو مصلحتهم. نحن اليوم نحتاج الى تنظيف الودائع. شو يعني؟ هون النقطه الاساسيه. شو اولا بده يتم اعاده النظر بموضوع الفوائد الفاحشه في الودائع اللبنانيه، هي واحد. اثنين، اليوم في 1,400,000 حساب، في 1,500,000 حساب بالدوله بالمصارف الموجود، في 1,400,000 حساب هن بشكل 2% من الودائع اللي هن بيمتلكوهم بين لحدود ال 200,000 دولار. هو ناس ما فيك تلعبي لهم بودائعهم، هو لازم يحصلوا على ودائعهم كامله. المصرف المركزي بالطريقه اللي عم يشتغل فيها، اذا كفى بهذا الاسلوب، بهذا الاستقرار اللي عمله بالواقع النقدي، اذا بيقدر كل سنه يجمع بموضوع المليارين دولار، اذا قدر يشتغل بهذه الطريقه، او اذا كان في ظروف احسن بتساعده ممكن يشتغل اكثر، خلال 5 سنين بيكون محفظة مالية كبيرة، بيقدر هو يساعد بجزء كبير من هذا الموضوع. أما بدي فاجئك، في 28,000 حساب بلبنان بيمتلكوا 47 مليار دولار. هول وضعهم مش مثل وضع هون الناس. صح. هول
هون بدك تيجي تقولي لهم بدهم يقدموا، بدك هون بده يفوتوا بتفصيل بهذه الامور. يعني مثلا ما في موظفين بالقطاع العام بلبنان بيمتلكوا ملايين الدولارات؟ اذا موظف بيمتلك ملايين الدولارات وبقطاع عام كيف كان بيمتلكهم هون؟ صحيح. جينا للوقت، الوقت الحقيقي، في موضع تاني اسمه موضع اقتصادي، هذا اشتغل كل عمره برا واجا على الداخل اللبناني، جاب امواله لهوني واستثمر فيها، ده ما فيك تقصيله من حساباته. هول فئتين، الفئة الثالثة كمان ما فيك تقصيلها من حساباتها، بعدني وين عم بحكي روان؟ بعدني عم بحكي ب2%. طب بس هاي الخطة مين بده يحطها؟ هل هي الحكومة بتحطها ولا المصرف المركزي؟ المصرف المركزي لازم يشتغل عليها، والنواب لازم ياخذوا دورهم مش يهربوا، وشعبويا ما بدنا، طب انه ما بدكم بس شو بدكم؟ كيف بدكم تشتغلوا؟ انه اخر شيء الناس انتخبتكم لتلاقوا لها حل لاموالها، شو بدكم تلاقوا لها حل؟ هيدا شيء بالحل. الفوائد الفاحشة اليوم فيك تشيلي منها 10 مليار برياحة. هيدي الحسابات الثانية. انت اذا في عندك 28 الف حساب بلبنان بيمتلكوا 47 مليار دولار بتوقفي البلد كله كرمالهم؟ ولا في عندي القسم الثاني اللي اخذوا تعويضات نهاية الخدمة؟ نعم. رح كون كمان معك جريء في كتير هذا الموضوع. اخذت تعويضات نهاية الخدمة على الليرة اللبنانية صحيح؟ نعم. ما فيك تيجي تعطيهم يوم مثل ما كانوا ايام 2005، بدك ترجع تعملهم تقييم جديد، لانه مثل بي وبيك واهالينا اللي هو اللي اخذوا التعويضات والاساتذه و واللي ما فيك تيجي تقولي لهم تعويضكم انتم والله انه 50 مليون ليره على 1005 كيف كان انه هلا صرنا 90 ألف. لا، بدك ترجع تقيمي لهم اياهم بحقيقه. فال 2% اللي عم نحكي عنهم نحن اللي هن بشكله هن بين موضع اقتصادي ومودع اشتغل بشقة عمره كله ومودع، مين المعترض؟ المعترض هو مش معترضين، ما هو اللي إذا قالوا له من وين أمالكم هذا بيقول له هيدا التعويضي، بيقول له هيدا أنا اشتغلت برا، بيقول له هيدا أنا اشتغلت، مين المعترض؟ المعترض هيدا الجزء الثاني اللي هو عامل أموال هائلة من الفوائد، اللي هو جايب أموال مش مصرح عنها، اللي هو عاملها من الأعمال السياسية، وهون بدك هون فصل السياسي عن الاقتصاد عن المصارف، هول اللي حيعترضوا، وهون الإشكالية بتوقع هون. يعني هيدا الموضوع فعليا على أمل أنه ينحل، لأنه بيروحوا دايما على المواضيع الأسهل واللي بتعطيهم شوية شعبوية. أنا فيني أعطيك شغلة هلأ مثلا بتجيب لها للدولة اللبنانية بتأمن لها مليار و200 مليون مليار ونص دولار من دون ما تعمل أي مجهود الدولة، بس تعمل شيء اسمه إشعار بالدفع المسبق للجمارك، وهذا صار بكتير من الدول. كل واحد بده يفتح اعتماد بده يدفع الضريبة الجمركية على الاستيراد اللي عم بيجيبه من الخارج. معقول انه بلد استوردنا ب 22 مليار دولار نيجي نطلع نحن بنلاقي انه فات على الجمارك 120 مليون وهو كان لازم يفوت مليار؟ يعني على امل انه هذا الموضوع فعليا، لانه هودي اصحاب حقوق مودع صاحب مودع مودع مش للتجاره ولا انه نحن نتعاطى معه بالسياسي، المودع صاحب حق. طيب باخر دقيقه استاذ زياد، لان كمان هذا سؤال يطرح، انه بتروح الحكومه دغري على اعاده هيكله المصارف بوقت انه رئيس الحكومه سمعناه عم بيقول انه مش بس نحن همنا المودعين، كمان همنا ثقه الدول فينا، يعني الحفاظ على المصارف. هل برايك اعاده هيكله المصارف هل قد قادر انه يحل هذه المشكله سريعا؟ اعاده هيكله المصارف يعني بناء المصارف، يعني المصارف بدها تجيب جزء من اموالها اللي حطتها برا بدها ترجعها لجوا لتقدر تساعد حالها لترجع للسوق اللبناني، وبدها تساهم بخطه اعاده اموال للمودعين. اذا ما عملت هيدا الشيء معناتها نحن عم نفوت عم نعمل طبقه بحث. يعني المطلوب اليوم اللي بتقدر هاي المصارف حققت 24 مليار دولار ارباح من السوق اللبناني بوقت كان راس مالها 500 مليون دولار. فمساهمتها بهيدا الموضوع كل اللي عم بيصير اليوم انه هن ما بدهم لا يساهموا بالخسائر ولا بدهم يدفعوا شيء، وبيقولوا لك بنحمل الدوله. نعم. على فكره بس هون بين هلالين شيء مره بنعمل عندك شرح كامل، المصارف دينت الدوله بالليره مش بالدولار، هن بيعرفوا كثير منيح هيك. وكانوا عم يصدروا سندات بالدولار وهن عم يستفيدوا من الفوائد. قانون النقد والتسليف كان بيقول ممنوع تحطوا اكثر من 30% من ودائعكم تدينون للسوق. كيف دينوا 60 و90%؟ على امل، نحن اساسا شاطرين بطبخه البحث، يمكن بعدنا رح نضل نطبخ بالبحث. شكرا كثير لك الباحث في الاقتصاد السياسي الاستاذ زياد نصر الدين، اهلا وسهلا فيك، واكيد بيجدد لقاءاتنا لانه سهلت كثير اللغه الاقتصاديه الجامده. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك، والشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.